الحمد لله حق حمده، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وعلى من سار على نهجه إلى يوم لقائه. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، فإنها أنفع زاد وأعظم ما العبد بها استزاد. ولالي الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنت وحي كسر صنطحي موقف قالوا قبا هي قفك ومسلم كأه مركي فتنة إيا رباطة رعاو وحك لك دبون إيو يليو قرآن كإله وحي نسوها فقصنها يدينت الله تبارك وتعالى سودتي إني تهي مستقيم متوصا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إلهي ربنا تبارك وتعالى تلك يتوصل بلا قلق الله عنها تبتر توصل الكرد وكاس الراح، ولا تتبع السبل ودويك راح راعي ودويك هكذا بحيك يعني فتفرق بكم عن سبيله تلك يتوصل هذا الدنيا أخيرك بالبالي لهيين بيه إن كلام ما يهو مهلا باسو مهاليك بطول عيسى جدك كلام الراعي وحكى مده حضوض النفط عيلاته نفط إلا دليسته حضوض الشيطان قولنا رب عقيه قبيا لدى يقول كذا فوين كي يفتن كتوابي دولة لما أنتم وطرق كلام وعن طرق بإله أحي مركز توقفك أمره طريقة الله تبارك وتعالى وشاحر وحانهين نبقى تفر بذنبه كلام المياه الله تبارك وتعالى نبي سيسر وعمر قصير يوح كل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا سيد الله غفر يا كتاب القرآن كهذا يصنعها نبي قصرا عليه الصلاة والسلام وقد تواصنوا ومد يبلح مد تونها وبينه محال بعي ولا تطغوا حد كتبينه كتاب حد كتبتان ونفتي وحين يكون شاك شاك يسر ومعلم بالنفتي لسي أولها لك لسا معي يشي لسا كتب وابتاك إنه بما تعملون بصير إله واحد فرى إسامه وأرقيا وصورة قلبنا آدم كما كان عيسى والهوهودة إليها مهمتا إليها وكارا قوبا عيسى وصورة قلب نظام يدى أبدا جستين أتكد في أعلى طرشها يا أهل كارا إنها تذكر قوبا عيسى قوعا مشيسى وصورة قلب لكن إلهي هرتي حقوقا عميس إلهي قوية يعلم السر والأخفى وحاق رسوان يروح المغضبة الله تبارك وتعالى وبيحي سيدنا درتي بولا يا الحل يا عين كل مبر وقضى ان القب يا امان كرواي ان تواصل عنه حل يا طلاع يا فتن يا لباتوي كل جيران لفتيدنا وين دينت الله يسقط طبره هذا با دينت الله يسقط طبره يا محي ان فرايس حل يا فتن وحن شهد ان تلمانت وصحابي عجيب هاي فتن الله صومري بل غير صومري بل غير وايس بلاين صار كيف على جو الله يستاهل فتنة ضدك الحلوة ده بعدي اللي بعتضع إلى ضحي ضدك هي صامرة وحكم لها أصحابه رسول صلى الله عليه وسلم قالها علي بن أبي طالب واللي بعتفر بدها يكون هذا ومشيات الفر بدها يكون ضعي سو بيرتي سفلنا يا يا الله وحلا بلا عثمان بن عفان بالكيل دين وحصا أمد الجد بير وقت فش سو بيرتي سفلنا يا لو تري لو كسر لو يلي عثمان بن عفان بلد ليك هذا أنا ربا يعتبرنا ما احتمال ضدك قبل تذكروا كل يوم وكل إذا كورك سيدي المي الله وحبي لا تذكر رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم سوى الرعد وكاها وكذا زي ما شو ليش قديم قبصلا أهل الشوري والشريعة صحابة وينا وفر يستي سيد الدارتين من مال تابع عدا يودي بين الله إنتو هدوية كبر حنين قح يفتن يتقال جنب الناس كسيم فتن نحتاجنا هذا الصحابي لا سوء بينه ورأيا وانت سو قرنك هره فتنة بالنوع عيتها سجاي نصوري أو محي فتنة بلاي محيتها بلاي قا الله وضد يهول سوري ويقول سهل شدا نوع ميتها علي بن أبي طالب وحيد رضي الله عنه تلمامها أي فتنة لا ذا حكم إذا تبدأ في مدارج خفية وحكم لا عن طعم لا يري رجل سوري لو ما بحسوا بشار بتكون الدليلي والله وضع فضي سنة يا مكان نقول بالله بتو قراعة ما أنا قد أصل قراعة بقول لي علي بن أبي طالب فواق وخشى خير لي علي بن أبي طالب بل كأنه ما أنتوا فسر وتقول إلى فضاعة جرية وحيكون بيسابوا الفارحمة مو قطعوني ولا بالله يا هرقي إني قاعدية حيكون بيسابوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتزيغ قلوب بعد استقامة
قلوبها أنت توصلين كذب لا حتى نون يكسناي وقيمة بدنا هذا كسائر كل اللي مريح لكتن قف توصلناي وهي يكسناي وحياة والب وحياة وتضل رجال بعد سلامة رق رقها وعيامك توصلنا إن فتنة قفتك وحي نقول يعني طب بعض يحبوا كتيرين قنايا مريح كدعان وتختلف الأهواء عند هجومها مركه فتنة أي نصوى ربطي نصوى رح قشوا ضغط كلا وضع أهل بين قنايك وضع مصلحة الأهواء أول واحد لقيه من هو يسود اللويدو أمني قال لا شمع أحب رسول الله لا شمع أهل لكن مركه صار نور برا الله كعيا والنوم والأم مصلحة تلاقي بلاهيك الأم وقنايا مركه بلاهيك وقرحة وتلتمس الآراء عند نجومها مركزا مركز أي سوء موقطة رأيه أي فتنة الباب سوء استيكت أي أنه بسيء موقنة سعر كالكرام أي هالك هالجيابة من أشرف له قصمته منك كهر تقبل علي بن أبي طالب فتنة أي هذا أنا كبح يا دبك كتمسة ومن سار فيها حطمته منك بحس على روي بربري سابود وفيه سيقاطة تغيض فيها الحكمة حكمة داقر صونتا وتكلم منال أو تكلم منال الدين دي تيرك يدروي دوسا فتنة ولا إلهك عبس الله يقارنا ولا طريق توصل إلى حديث يا آيات من الرجال إليسا ليسا والدين تويدو ليسا مركب فتنة جمعاته وتلتقوه يريد يسوى صيف السر يو تنقض وعد عهد اليقين وحي يقين تأهال يسوء قال الله مهيدت بلا شنكري والبرنية تهرب منها الأكياس كو ددك جيسي عقلك بدل لو كيا عامل فتنه بلا يد ما شكل على جو او فقاطه وتدبرها الارجاس ددك كو وسخ على ابلب لو معمله ده فتنه ما شكل هذا ددك كو وسخ ده هذا قعمه كربعه مرعاد المبراق فتنوح يجي وينكد بدنته هاي او يهلع بدنته هاي او يشنقر بدنته هاي او يهو بدنته هاي تقطع فيها الارحام قرابه لو غويو ددك كلو غوره تكيه القاهي اسكود واي اول القاهي طبيه حابده بكره قادنيه خلط في سويارسنيه ملح كلا قادنيه با كل غوري ويفارق عليه السلام نبت جليد انا والله ما بخي يقول ولا مع سلامي يا والله قتغا سيده امرك انه قصور علي بن ابي طالب رضي الله عنه با كذب وحو يجي الفتنه دي قالوا لي نو يبا وحنا ويدياي فلا تكون أنصار الفتن يقول أحضرها المقننة تذكى الفتنة أتاقن أدحس عليها المقننة وأعلام البدع بلا إذا لسود الرئيس دين الدنيا بسود الرئيس تذكى أعلامتها أدحم وضعها المقننة أدن يأفرطونها كل درسنا والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة وحد لازم تذكى وحي كوه الشيئين ومضوا نبط قبك وشفتية جماعة وحي كوه ذا جوتين نبط الواها نبطي أغادي وينبط عليها أركان الطاعة أو أي مكة كسر بحيان أو بنيت عليها أركان الطاعة يطاع على ولاة الأمور كلا قل لسي أطيع والجوع وحو إلو أقدموا على الله مظلومين ولا تتقدموا عليه ظالمين إلهي تبارك وتعالى وحاب التكتان إذنك أو أن نقضى كلا الظلمية إلهي هرتقن أذب وأذب وأكي وحد الميل واتقوا مدارج الشيطان سكيلاني إن ودوي في الشيطان كمرتوع النفط هذا أرك يسأني جف كتشرته حد جذب أي كتشرته بلا يكل على الشدة يصاب إن صوتها غيرته وديه الصوت بقى الشو إسكال على كل ذه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه مرق والله يا النسيت ما ذا قيمة بدن له في ثمرة صدع ومن وصل لي قاب قاب ومن وصل لي ومدسه لحتنا أصحابه بدون شيء يقول له قوة بدل يقول له على كل حشقيه أمة كل عطي يطلعين كاي نسين يا يعني الله نمو يبا وحنا ويدية لبا حديث أيها النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يسكو تربيه رواد أسباب قصوة ختمين على مركة فتنة ومركة جرتوب رسول كوحة المام عليه الصلاة والسلام صاعد إلي كهر ريان فتن واوي أو كقطع الليل المظلم حبيبك قرعد كوكراح ونبي عليه الصلاة والسلام ما لا يكجر لي إسكدة مبدأ فضط يحوير يري إسكدة يوقف كي إيمان كان حارق قال مطلع قال كي مؤمن من قريه فتنة سيد ميزان كروش القاعد فيها خير من القائم نبي عليه الصلاة والسلام هذا بكر فتنة مرك دع سفر يستان أياك خير بدل كده احتاجين والماشي فيها خير من الساعي فتنة كعاية تحت الله بصني يسأل علينا أياك خير بدل كده حردية يا هالكني هالقبر كذا قبلنا
فكسروا قسيكم ورب النبي محمد وركيس دقيست صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول لي قانسدي نجبية فكسروا قسيكم قانسدي نجبية وقطعوا أوتاركم حركة قانسدة فحرنا الله كالبوتي دير القوي من القولي صلى الله عليه وسلم واضربوا سيوفكم بالحجارة سيفتي لنا لك حق قراعة أو أفترة سيانا يبدك أدرين وأدو قب قولي خسارة هبك خسارة وهبك روك الدين من النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم فإن دخل النبي ولا هدو إذن صغ له يعني على أحد منكم فليقول خير خير ابن آدم هدو متكين مدو صغ له قولي سيكاهن نقضوا لبدي ابن آدم خير بضانه لبدي ابن آدم كوية هاي لبدي ابن النبي آدم يستلي مكي ولالكي كحد قدقين يروح دليله فصولت له نفسه وقتل أخيه ولكن دلوا من نفته وحسي شيطان مركون ولكن شعير دليله ولكن كيري لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسطت يدي إليك لأقتلك هذا ضدك وقعمها يوسف السياد يسود يدشه أنا قعمها إن كان الله عبد وايو عقب اللي فيه بدك ما أنت لو تأكل مايو ولا جالس كذي كذي هل بتوقتي إني أخاف الله رب العالمين هكذا سألوا كل تيمر إن إيمانك سهل كالجاري إنه آخر ذي سئل عشرة أو حبطت إسخير قبله لأن أول خاص نجوا تجيني حسابك ولا سكفر خسره أو وحكلو سو آخر رياح حديث قدام بيا ولا ريال جندب بن عبد الله البجل وحوت المامية إن رسولك صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية قفك كل إنتاء يعني تحت راية عمية على عندها قبيالة الرهل ككعاي وحرف كل إنتاء وحول إنتاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر هاري التنمية قبيالة وهيرنا يا جاهلية الكيد بول إنتاء يقول قفك جاهلية الإنتاء ولم ضوحي إلى خير نمرها مغنى مرها مغنى ونمرها حلا ريح المعنى ليه المجي وقفك القيمة حبضنا اللي يمديك يسوي كعروسي هاي كعبضة إن مركا وحوية الليلة وحبا ما هو حشي ليسا وحوة قريبا معنى الله لي معنى وكفر يا جرم سيدا درت الولا ليا إنك وحي اللي قلقوا بقول دل كيلو فتن باك السعلا باقا الله هو فتن متبارك ورن يا حقا فتن الله ورن يا حقا كتاقين هاي كسور جيدا نوك ورن يا نوك حقا كتاقين حقا فتن الله لي حقا دونتبا كصفاءه مسلم رساس كل ذي وفتنه تي صحابة كل حد عادي والله قرن يعيد كرته واحد والله يقال يعيد كرته واحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرته واحد المدى السلام كنا قوة صوابه إن علي بن أبي طالب كرته واحد يظل يسكوا فقسين وصحابي ويهين إن علي بن أبي طالب كرته هذا هذا نفتنه الشعير حتى كرته كنت جاب لها ماشا ليك مسلم كل هذا يا الله فتنه dad keenay isaga isla yiinteen maxay laga gudbay waxay naga gudbay inaan fadlada kaga qayb qaadanin arabayna kaga qayb qaadanin waxaan soo sheegay miyaha in kaarta Soomaalida ku noqday inaan kaga qayb qaadanin marka qaar waxaan islaada Soomaalidu dadka adduunka ugu ayaa ka daran la weeyo zaaid ku adduunka atuunida kala ordan wax sidan uga dhaxdeeyay soo sheegay miyaha noocan ku ahayba jiray waa bulsho aqoonta ku yartay faqriga uu ku badan yahay qabyaaladu biyo dhigtay iyo aqoonta rido labay u qaybsameen qayb iyo joogtii qayb gudaha joogtii qofkii marka kii dibadda joogay mar walba dhinac walba ka khidmay xumaan kasta oo la sheego cidba calaanka u sii dhalay cidba calaanka u sii dhafatnada cidba calaanka u sii marka waxa noqday shacab gudbiisa ma taxwareersan oo xidig ah shankiisa oo labuno sidaa darteed fitanku sidoo madaha kale ay u saameeyaan in ka badan ayna saameeyaan sababtaas soo horumaysa Soomaalidu waa dad ayaan daran laba sano gudahood walaa umar khaati furi laba sano gudahood maqlibays dulka Soomaalidu degta ama dadka Soomaaliya ku hadlo oo dhan laba sano iyo amaan ahaan roogooda ay soo hadal marba ma yimid degu xaqiiqada taas isku dilay tanan taas isku dilay tanan taas isku dilay toban sano oo kaliya baan islaahda haday bulshada Soomaalidu heli lahaayeen istiqraar siyaasi ah ina siyaasada hal degay oo dadka waxba xisbi iyo fulaan iyo nidaam kama gelinay sida kale waxu kala qaadanayaan hawo heshiis adduunyadu way go'o reer la yahay adduunyadu xataa gaalada iyagoo wadamada qaar ka qabay ilo reer ah ay haddana dejisteen nidaamyo ay isu fahmaan buuq wada kasoo gaaray lix bilood
أنا يقول قرن ماي أو أين كتشي شو سك نفس ما تشتغل صدق حديث بلاط بلايا هكنا على قد طيني إياه هكنا على قد الجامعة إياه ده تومض وهر مرة يا رمي صوب ما لا يصعد على مجلس هاي لنا استقرار أمن يا رح الله تكون نبت قريها نبت قريها وحكم إذا استقرار سياسي سعودي جم مرة عن نم رئيسنا هي سعودي عن شوري يا واحد ويدي سعودي وابغتوي شو من كذا ولا سكتش بيا عندنا ما وضعك فتنة سعودي هو أوكتي دمانتي بقرته يا أذقني شعب كذا بقول كيو شن جالس جالس من ساعة سير لالي كوي هذا مركز ويدي سواح كورونا يا راد الضوء طاق ما حيني هو حا هاي استعاه هاي استه نقدا أنو اللي بتجريه براشة لأمان بان أباهنا كل هذا كله يبقى كرسي الله والله فريسة ما عدوا بفريسة مركز قبائل كلفتوا دي الرجال هنس ولا الطقين يا نداعم أي مذاها كلاي تقصوا تاني كل شيء يبقوا قروك هيسكر لي إن بوق الروح الله يسكر لي قوي فكر كاسي عقل يجيب وكيم الله دت كيل وين كيران قوي نبت قريدة إن الله حرم لي قوي وطقال كان يدق بكم قي قبي على الدنيا بلاين أنا قفوا هذا إنه دعاء سنة أنا ماشي كنت شرته تاني كيف فهيم ترجال إلهي قرر يا رب وحق قي قادم يا فندع لها مرتين جوجي شيل نحك قي قادم كلمة نحك قي قادم تاجر يا تصارع حقيقة القادة أفكار هاي سوبر جامد كم سلام محمد النفر صلى الله عليه وسلم إله من الكبرى إن أنا فتن كير باتلين يرجع وجيء ضل كي يضط كنا أمان إن رقاب الله تبارك وتعالى إنه وصل ضبارة ليد قام مسلم كهذا هذا إن إله كلا بروجيء أحلى غفر حما هاي إله كلا بروجيء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم فاغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.